التوك دي عبارة عن جزئين، الجزء الأولاني هو البيسكس بتاعت الويف فرونت، الجزء الثاني هو حاجة كده سريعة جدا سبيسيفيك للإندستري للبراند اللي هو بتاع بوشن لومب، وميزة الويف فرونت جايدد ليسك في تقديري أنا يعني بالبلاتفورم بتاعهم. طيب the original idea بتاع ال wavefront guided ablation عموما سواء كان LASIK أو surface ablation was to tailor an excimer laser ablation for each eye according to its detailed visual defect not just the myopia والhypermetropia والcylinder. فالسؤال at the time was is there other defects other than myopia, hypermetropia and cylinder. هي دي الحقيقة ال presentation دي it is a teaching presentation كنت بديها للجونيورز عندنا في الجامعة، فكنت عاملها لهم كده في صورة مضحكة شوية يعني a sort of a telltale story. ف it all started الحقيقة في أول ال 1900s in a small university lab في بولندا، في واحد scientist he was يعني interested in physical optics فهي wasn't a doctor الحقيقة، كان اسمه فريتزي زيرنيكي. He described a mathematical formula to describe any shape. يعني اللي عمله زيرنيكي الحقيقة مع انه كان physicist الا ان هو الانجاز الجبار بتاعه ما كانش قوي في الاوبتكس. كان he described a formula عشان to describe any shape. بحيث ان هو لو بص على الشيب ده يقدر يكتبه في صورة a mathematical formula واي حد تاني ما شافش الشيب ده خالص وياخد الفورمولا دي ويقعد في اوضه ثانيه خالص يقدر من الفورمولا دي ريكونستراكت الشيب الاوريجينال شيب اللي هو كان شايفه. ودي ات واز ريلي ماثيماتيكال بريك ثرو ات ذا تايم. سو بس as the shape gets more irregular the mathematics to describe الشيب ده بيبقى much more complex الحقيقه زي ما احنا متخيلين. ده فريتزي زيرنيكي فسمى الطريقة بتاعته دي Zernike's polynomials. Zernike invented his formula to describe complex shapes. Zernike called it the Zernike's polynomials. Zernike won the Nobel Prize at the time. Zernike died والناس نسيت Zernike والpolynomials بتاعته. ما كانش ليها الحقيقة أي استخدامات قوي في الأوبتكس أو في الفيزيكس لغاية بعد القصة دي تقريبا بخمسين سنة. بعد القصة دي بخمسين سنة بعد الحرب العالمية الثانية بعد World War II ما خلصت خالص ابتدوا الناس بقى يحاولوا ان هم يكونكر سبيس، ودي كانت السبق ما بين امريكا وما بين الاتحاد السوفيتي السابق. فناسا كانت بتاخد فاندنج جامد جدا جدا من الحكومة الامريكانية، وكان اول حاجة ابتدوا يعملوها بقى سيريسلي ان هم يبتدوا يكسبلور اليونيفرس اللي حوالينا ويكسبلور الجالكسي بتاعتنا الكواكب والبلانتس اللي حوالينا. فابتدوا يصنعوا تلسكوبس كبيرة جدا جدا ويبتدوا يعملوا اللانسز بتاعت التلسكوبس دي very very high quality lenses. والهاي كواليتي لانسز دي ساعات كانت بتبقى الديامتر بتاعها عشرات وساعات مئات الامتار، مش مئات يعني. في واحد من التلسكوبس مش فاكر كان اسمه ايه، له اسم حتى الاسم بتاع واحدة ست كده شلبي متهيألي. التلسكوب ده كان الديامتر بتاعه 60 متر بتاع اللانس الواحدة فيه. فان سبايت اوف ذير جاينت تلسكوبس وذ هيوج سوبرب كواليتي لانسز اند ان سبايت اوف بروبر الاينمنت اوف ذيس تلسكوبس وذ ذا بلانتس فار اواي اول بلانتس وير سين از بلوري وايت سبوتس نوت فوكست ومفيش ديتيلز خالص، مع ان الاوبتكس بالورقه والقلم كان المفروض ان هم يطلعوا ايمجز للبلانتس دي، they were not able خالص ان هم يشوفوا البلانتس دي. This was at the time attributed للسبب الآتي. It was because each narrow bundle of light rays passing through an area of the huge lens of the telescope was focused at a different distance. يعني هم التلسكوب كله باصص على object واحد، الobject دي whatever a star أو a planet أو whatever. ال rays اللي جاية منه لما بتعدي through the telescope كل bunch of rays بتبقى focused at a distance. واحد بيبقى focused هنا، واحد بيبقى focused هنا، واحد بيبقى focused هنا، واحد بيبقى focused هنا. فكل ال rays ما بتنضمش على بعض into one plane عشان تعمل a perfect image. كل ما يجوا يفوكسوا يعني a group of rays بقيه الرايز الثانيه بتبقى out of focus، فدايما الايمجز كانت بتبقى blurry. ليه؟ عشان as light traveled through different strata of spaces من هي طالعه من الستار او طالعه من البلانت
بتعدي في الاتموسفير بتاع البلانيت ده هو، وبعدين بتعدي في الفاكيوم، بتعدي في السبيس، وبعدين بتخش في الايرث اتموسفير بالستراتا بتاعتها المختلفه لغايه ما بتوصل للتلسكوب ده هو. As light travel through different strata of space and atmospheres, rays are bent randomly and suffer from minute deflections or aberrations. وكان دي من اول المرات ابتدوا يستخدموا لفظ aberrations. How to fix this problem? NASA scientists thought and thought and thought and finally had a breakthrough. الحقيقة. A wonderful idea. Someone remembered Zernike with polynomials بتوع Zernike. وابتدوا الديامتر العالي قوي بتاع اللانسز دي هي اللي بيعدي منها البندلز اوف ريز اللي كل واحده فوكست على بلين غير الثانيه، ابتدوا يحاولوا يرسموا الشيب بتاع الديفرنت بوينتس اوف فوساي اللي جايه من الديفرنت بندلز اوف ريز اللي جايه من ذا سيم اوبجكت الحقيقه. وبعدين بعد ما حسبوا الشيب ده شكله عامل ازاي ودخلوا زيرنيكيس بولينوميالز وبقوا يعرفوا يريكونستراكتوا الشيب ده، عملوا حاجه الحقيقه ذكيه جدا جدا او حاجه جينيوس جدا جدا. انستاد بقى ما يحطوا هيوج لينس، اللينسز اللي هي بتبقى عرضها اب تو 60 مترز الحقيقه، عملوا حاجه مختلفه خالص. جابوا السيركل فريم كبير جدا عرضه برضو اب تو 60 مترز وحطوا لينسز صغيره فيه، واللينس الصغيره دي كلها بدا سيم باور حاطينها في اراي كده من اول الفريم لاخره. وصلوا كل واحد من اللينسز دي، كل واحده من اللينسز دي بموتور، الموتور دي يحركها قدام شويه او يحركها ورا شويه، وهم حاسبين بالزيرنيكيس بولينوميالز شكل اللي هيطلع اللي هيجمع كل الفوساي بتاع الريز اللي معديه ثرو ذس هيوج لينس او ذس هيوج فريم اللي فيه لينس صغير. لما حطوا الفريم ده هو بنفس اللانسز او الاري بتاع اللانسز دي متوجهه لنفس الاوبجكتس ان سبيس، ذا سيم بلوري ابييرنس طلع، لان كل اللانسز ات ذا سيم بلين كانها وان سنجل هيوج لانس. بس وان ايتش لانس واز موفد سلايتلي باي اتس موتور، بالمقدار اللي محسوب من الزيرنيكيس بولينوميال اللي مطلع شكل الشيب. When each lens was moved slightly by its motor to allow each bundle of light to be focused at the very, very same plane, the whole perfect wavefront for the same for the first time in history, unbelievable pictures of planets, say Mars, were seen in full detail. ده الحقيقة كان بداية أو البيرث بتاع برانش من الفيزيكال اوبتكس اسمه ادابتيف اوبتكس. الحقيقة ادابتيف اوبتكس ده كان حاجة يعني ادفانسد جدا، دلوقتي بقى فيه الحقيقة باتشلر اوف ساينس ان ادابتيف اوبتكس، يعني بقت حاجة ات از ا بيج هيوج ساينس دلوقتي. القصة دي خلصت في الخمسينات وبقوا بيعرفوا يشوفوا الحاجات البعيدة في السبيس عن طريق الادابتيف اوبتكس. الادابتيف اوبتكس ات ذا تايم كانت بتشتغل على لانسيتس، واللانسيتس دي بتتحرك بمواتير عشان الكومبلكس ويف فرونت اللي طالعه من الشيب اللي جاي من فار اواي نقدر ما نخليهوش كومبلكس ونخليه بلين على مسافه واحده ونطلع ا بيرفكت ايمج. القصه دي اتنست في الخمسينات، وبعدين في التسعينات بقى في الافثالمولوجي سنترز الحاجه بقى اللي تعنينا احنا، ليزك ات ذا تايم واز ان immensely growing procedure estimated by the year 2020. الستدي دي كانت اتعملت سنة 98 الحقيقة، to outnumber any operation in the history of medicine من أول الميديسن خالص. But there was a problem. Patients, although very happy after surgery and although over 95% reached preoperative best corrected visual acuity unaided, some of them had strange complaints. في التسعينات ما كناش قادرين نحدد قوي ليه الكومبلينتس دي موجودة. Night problems, NVCs, quality of vision, contrast problems were encountered by a few with no explanations. في الأول خالص الدكاترة كانت بتقول refractive surgery أصلا it is an adventure وما هياش لسه established science، فأي عيان أصلا بي attempt إن هو يعمل يروح يعمل حاجة دي في عينه هو أصلا عيان psychologically unstable. فلما العيان ده اللي هو psychologically unstable يعمل عملية ويجي يشتكي بعد كده ما هو مجنون أصلا، فيعني إحنا ممكن نتقبل منه أي حاجة. وده الحقيقة كانت consensus من دكاترة العيون كلها، وكانت it was very يعني refractive surgery at the time was not an academic thing. يعني كان حاجة كده من الحاجات اللي بتتعمل para ophthalmology جنب الophthalmology. وبعدين الناس ابتدت realize that Manoline LASIK or standard LASIK was not enough. Each eye of each patient had to receive a custom made ablation.
to correct its refractive error. طب ازاي؟ مش يعني ايه custom made ablation؟ ده كلام الحقيقة نظري، انما ازاي؟ في الاول خالص كان ساعتها لسه البلاسيدو توبوغرافرز هي اللي ان فوك جدا at the time. First of all came the era of topography guided ablation. والكلام ده you'll be surprised, topography guided ablation قديم جدا، من اواخر التسعينات الحقيقة. والليدرز of topography guided ablation كانوا Bosch and Lomb at the time. Where ophthalmologists could simply correct the cornea and reshape it to a perfect model cornea with an ideal Q value. اللي هو كان ساعتها اسمها aspheristic coefficient أو aspheristic quotient، وكان يعني هوليدي مشهور قوي بالمحاضرات بتاعته عن ال Q value. But in order to neutralize the axial ametropia, the cornea has to pay the price. The cornea pays the price for the axial abnormality of the eye, of the optical system of the eye. For the Q value had to be compromised with a resultant oblate corneas. حتى in irregular corneas where the topography guide laser was carried out, the results were not bad, were disastrous. At the time ما كانش في أي طريقة إن احنا نرجع. أول حاجة الـ imaging الـ placebo disc أو placebo based systems were not very accurate at the time. دي نمرة واحد. نمرة اتنين إن الـ registration of the treatment ما كانش very accurate. You actually had a pretty good idea about the irregularity of the cornea and then you sort of designed an irregular ablation pattern with more hot spots than cold spots عشان regularize the cornea. But then when you applied this pattern or this ablation on the surface of the cornea, it did not register exactly in the place where it should be. فبالتالي it increased the irregularity of the corneas at the time. Different softwares of different machines. Bosch & Lomb كان عندهم حاجة اسمها TopoLink، ساعتها كانت مكسرة الدنيا. Esclab كان عندهم حاجة اسمها Tosca. All were failures الحقيقة. And so European centers began to back up from customization and went back to good old manner line LASIK. At the time, the customized LASIK كان معناها topography guided LASIK, and topography guided LASIK never crossed the Atlantic. يعني كان الكلام ده كل الترايلز اللي انا بتكلم عليها دي كانت موجوده في اوروبا الحقيقه. Then someday, someone somewhere remembered the NASA experience in the 50s and their concept of adaptive optics. And at the same time remembered Zernike, اللي هو من 1900, and his polynomials. And so physicists and ophthalmologists built a telescope, عامل بالظبط زي بتاع ناسا اللي هو كان فريم كبير فيه لانسيتس صغيرة، واللانسيتس الصغيرة دي متوصلة بموتور، والموتور ده بيتحرك قدام شوية وورا شوية عشان يرندر الفصائل دي كلها في السيم بلين، فنقدر نشوف البلانتس البعيدة. So they built a telescope like NASA with tens بقى مش hundreds of lenses, tens of micro lenses صغنططين قوي عاملين زي الاي او الز كده صغيرين خالص in a circular frame صغير خالص but much 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 smaller in size only in the size of an auto refractometer. The idea was to shine infrared light into the eye and as it comes out it is distorted by the atmospheres بقى بتاعت العين نفسها اللي هي الفيتروس والكورتيكال فيتروس والميدلري فيتروس وبعدين اللينس بكل اللايرز بتاعت اللينس بعدين البيبيلري ابيرتشر انتيريور تشامبر ايكوس وبعدين different levels of the cornea tear film and then it comes out قدام العين. And so each narrow bundle of light would pass into a micro lens موجوده في الجهاز الصغير ده and is focused on a plane different than اللي جنبها. الهدف بقى من الجهاز اللي هم عملوه ده ما كانش ان هم يشوفوا الراتنا كويس، فما حركوش المايكرو لينسز دي قدام وورا عشان كل الفصائل دي تبقى ان بلين فيقدروا يشوفوا بقى wonderful views of the macula مثلا. لا، ده ما كانش الهدف. كان الهدف هو معرفه النقط دي ايه البوينت، ايه الشيب اللي يجمعهم ببعض. اوكي. So they decreased the telescope وعملوا الجهاز الجديد ده اللي اسمه aberrometer. تمام. And so by applying the mathematics of Zernike's polynomials, the complex shape بتاع ال wavefront could be calculated and even drawn, giving the wavefront image of this optical system, of this specific optical system. الحقيقة الحكاية دي فادت حاجات كتيرة جدا جدا، إن ابتدى الناس ال wavefront بتاعهم يكورليت مع السيمتومز بتاعتهم. العيانين اللي احنا كنا بنقول عليهم مجانين عشان هم عاملين اصلا ليسك، ابتدوا لما نلاقي ان في ابريشن عالي الويف فرونت بتاعه ديستورتد جدا والعيان بيشتكي نقول اه الديستورشن ده عشان الشكوى دي.
انما لو لقينا ان الويف فرونت بتاعه كويس جدا نلاقي ان العيان ما بيشتكيش. فابتدى يبقى فيه a sort of a subjective measurement لشكوى العيانين اللي ما كانش ليها اي تفسير at the time. So اول breakthrough كان a description of the wavefront pattern of each eye as it is reproduced by the Zernike's polynomials. The second بقى والmore important breakthrough, دي الحقيقة البريكثرو الحقيقي, لان هو الاولاني كان diagnostic, كنا بنشوف العيان ونقول هذا العيان فعلا عنده حق انه يشتكي. طيب يعني ايه اللي استفدناه ان هو عنده حق, عايزين بقى نعالج اللي هو فيه ده. فالسكند بريك ثرو بقى ان باي نوينج ذا اماونت ذات ايتش مايكرو لانسيت صغيره شود موف, احنا مش هنحركها ولا هنوصلها بمطور ولا هنحركها لقدام ولا هنحركها لورا, احنا عايزين نعرف قد ايه المفروض المايكرو لانسيت دي تتحرك عشان ترندر الفوساي كلها على سيم بلين وتطلع ا بيرفكت بلينر wave front للoptical system. That by knowing the amount that each micro lens should move, like the motorized lenses of the telescope, to finally align all the micro beams and focus them in the same plane, then by placing بقى أخو circular frame الصغير ده اللي فيه micro lenses, نعمل واحد أخوه بالظبط ونحطه intercept الليزر بيم اللي نازل يعمل ablation للsurface of the cornea. By placing micro lenses in a circular frame and intercepting the excimer laser beam, then displacing the micro lenses اللي موجودة في circular frame الصغير ده anterior or posterior by the same amount calculated from the previous step, the laser beam will be slightly distorted, carrying exact counter aberrations that when applied on the cornea will neutralize all the naturally occurring aberrations of the eye and render it with a perfect wavefront. هي دي البداية أو يعني الولادة بتاعة الwavefront guided ablation عموما. البريكثرو ان هم قدروا يقيسوا الاول, وبعدين من المقياس ده هو قدروا ان هم يدستورتوا النورمال مانولاين جوسيان ليزر بيم, البروفايل بتاعه غيروه عملوا فيه مايكرو ابريشنز. يو ار ديستورتنج ذا كورنيا, بس يو ار ديستورتنج ذا كورنيا بمقدار محسوب جدا عشان تعمل كاونتر ابريشنز ينيوترلايز الناتشرالي اوكيرنج ابريشنز. And this was the birth of wavefront guided ablation. Some important concepts بقى دي برضو حاجات من البيسك جدا طبعا كل حضراتكم عارفينها. We're looking at a wavefront colored map, the potato chip اللي كلنا عارفينها دي. Red is the aberrated part of the wavefront that is in front of the ideal plane and blue is behind it. Aberrations in front are given a plus sign, behind is given a minus sign. All aberrations are measured in microns. It is a distance thing. It's not in the diopters, it's in microns. بس if you have a highly distorted wavefront, حاجات ورا قوي قوي البلين ده ازرق غامق جدا جدا وحاجات حمراء خالص قدام البلين ده in a hugely distorted cornea, if you get the total wavefront error of this cornea and want a number, sometimes the total aberrations, severe negative aberrations can neutralize severe positive aberrations and the eye will look mathematically good in spite of being highly distorted and aberrated. فthey went back to an old mathematical trick. على فكرة دي احنا لما كنا بنقراها وبنذاكرها, انا الحقيقة اول مرة قريتها يعني ايه RMS ده كنت حاسس ان اللي عمله ده يعني اذكى واحد في العالم ودي اكتر حاجة يعني اعظم اختراع بعد الكهرباء. الحقيقة طلع ان this is a very very old basic mathematical trick بياخدوها الولاد في سنة اولى في علوم قسم الرياضة بحتة, يعني حكايات الـ RMS دي استخداماتها كتيرة جدا جدا الحقيقة في حاجات كتير. So back to an old mathematical trick, scientists overcame this obstacle by squaring the negative aberrations, squaring the positive aberrations, adding them up, then obtaining the square root, the very famous RMS, or root mean square. So the RMS is the approximation of the total aberrations of the eyes in microns. Microns, again, it's a distance, for it is in microns. الكونسبت التاني المهم قوي ان بقى فيه ان الهاير اوردر ابريشنز مش كلها وحشه. الحقيقة الهاير اوردر ابريشنز ساعات موجودة to serve a purpose. فthere are clinically significant higher order aberrations. Some of them are good, some of them are bad. أهم two higher order aberrations clinically هما الكوما والسفيريكال ابريشن طبعا. السفيريكال ابريشن comprises 20 to 25% of the naturally occurring higher order aberrations. كوما 70
percent, 70 to 75%. After surgery, after manualine LASIK, after standard LASIK, الموضوع بيتشقلب خالص. وال prevalent higher order ablation بيبقى spherical ablation. هو ده اللي خلى a lot of aspheric ablation profiles very successful. هي بتاكل حاجة واحدة بس اللي هي spherical ablation, بس هي الحاجة الواحدة بس دي هي major complaint أو major player في higher order ablations post operatively بعد ال excimer LASIK. The fourth order aberration, or spherical aberration, responsible for halos and blur, sometimes is of good value. If the hypermetropes, لو عنده high spherical aberration, بدي شوية depth of focus, وما بيستخدمش السيليا مصل جامد قوي. We all have a negative lenticular spherical aberration, or positive corneal spherical aberration, بيعادلوا بعض ويدقى شوية plus spherical aberration for total system. And this is the only higher order aberration proven to change with age. And of course, it's more annoying at night. زي الكوما ما هي more annoying at night. Being more annoying at night, higher order aberrations were deemed responsible for night visual complaints after conventional LASIK. بقى العيان اللي بيقول مش عارف اسوق بالليل, انا بزغلل بالليل وقت المغربية لما اخش من بره لجوه, وقصص اللي كلنا بنسمعها دي, لما بنعمل لهم way front ونلاقي عندهم higher order aberrations, بقينا بنبقى عارفين ان فعلا something is there وان العيانين دول مش مجانين. يبقى بقى حاجة بسيطة جدا في برضه في الكونسبتس المبدئية جدا, يعني في الويف فرونت جايد. If patients suffered from shadows و glare و halos و night visual complaints because they have higher order aberrations بعد الليسك العادي, الليسك اللي ما هوش customized, okay? But they didn't seem to suffer from all of that after wavefront guided LASIK because there are no higher order aberrations. ده الكلام الثيوريتيكال المنطقي. ليه, why didn't they suffer from halos, glare, و night visual complaints قبل العملية لما كانوا لابسين نظاراتهم؟ تمام؟ Spectacle lenses are not designed with counter aberrations عالية عشان to neutralize the naturally occurring higher order aberrations. Spectacle lenses are not deformable and do not apply adaptive optics principles. و spectacle lenses are not even aberration free, يعني حتى اللنسز لوحدها ليها الابريشنز بتاعتها. والعيانين كانوا بيبقوا لابسين النظارة بتاعتهم and they had their higher order aberrations and were happy, but after conventional LASIK a significant number became unhappy. فif you go back to the literature تلاقي بقى ان ال higher order aberrations بعد ال standard أو monoline LASIK بتزيد exponentially, والزيادة دي بتختلف الحقيقة, واختلفت من study ل study up to 22 times. تمام؟ فالليست بقى بتاعت الليترشر جوز اون اند اون اند اون الى ما لا نهايه, كلها ستاديز من زمان جدا طلعت ان هاير اوردر ابريشنز بتزيد جامد قوي بعد الليسك ات ذا تايم اللي هو كان ستاندرد ليسك. سو مان لاين ليسك انكريسز هاير اوردر ابريشنز. وساعتها ساعه لما عملوا حتى الويف فرونت فيزيك ستادي جروب دي كانت حاجه قويه جدا, كانت اف دي اي ستادي, اول اف دي اي ستادي تتعمل على الهاير اوردر ابريشنز وعلى الكاستمايزد ليزك, على الويف فرونت جايدد ليزك. كانت المنسقه بتاعتها ندى جابور, دي كانت لاند مارك ستادي الحقيقه. لقوا الويف فرونت جايدد تكنولوجي از سيف اور افكتيف بلا بلا بلا, بس هاير اوردر ابريشنز ديد نوت ابير تو تشينج. يعني هو الجمال بتاع الويف فرونت جايدد ابليشن انه ما بيزودش الهاير اوردر ابريشنز, مش انه بيعالجها, طبعا بيعالجها وممكن يقللها شويه, انما طبعا ما بيبقاش ابريشن فري المريض بعد ما بيخلص, انما على الاقل ما بيزودهاش 15 تايمز. هو ده عشان كده العيانين بقاش عندهم ان دي سيز ونايت فيجوال كومبلينتس. So conventional monoline LASIK induces huge amount of higher order aberrations. Wavefront treatments, in spite of not lowering the amount of higher order aberrations, does not increase them. وهي دي القصة الحقيقية. This results in happier patients, happier doctors, and a lot better reputation for refractive surgery. لسه في challenges طبعا. احنا بنعمل flap وكلنا عارفين ان الفلاب دي في حد ذاتها لو ما عملناش اي ablation it can induce some sort of higher order aberrations برضو. والنيور هاير اوردر ابريشنز اللي بتكم وذ ايج, كلنا عارفين ان الكورنيا نفسها بتتغير. احنا مش هنتكلم اساسا على اللينس, اللينس طبعا بتعمل كل الشقلبظات اللي في الدنيا, انما اللينس بعد ما بيزيد السفيريكال ابريشن بتاعها نيجاتيفيتي بتاعتها بتقل, فالكورنيا بتبريدومينيت بالبلس السفيريكال ابريشن بتاعها. في الاخر خالص بنعمل كاتراكت ونشيل دي ونحط عدسه من العدسات الجديده, وبعدين في الاخر خالص 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 يو اند وذ توتالي ديفرنت ابريشن بروفايل ذان العين كان فيه. فدي كلها لسه تشالنجز تو اوفركم. في كان اقترحوا فتره كده حاجه اسمها بري انتسيبيشن سوفت ويرز, ان هم يعالجوا هاير اوردر ابريشنز مش موجوده على اساس ان انت حضرتك هتعملها لما تعمل الفلاب, بس طبعا الحاجات دي بقت بفشل عنيف. يعني
بس كده. الحاجه بقى الوحيده في قبل ما اخلص, ايه السبيسيفيك قوي قوي في باشن لوم في القصه دي. الحقيقه اختلفت الاراء او الديبيت برضو جوز اون اند اون في الكاستمايزيشن دلوقتي. في شركات كتيره جدا ويعني ما كلكم عارفين ان في الالكون ويف لايت دي ار بروموتنج جدا الكونتور فيجن اللي هو فيري هايلي بريسايز مودرن توبوغرافي جايد ابليشن. وفي شركات بتبروموت جامد جدا الويف فرونت جايدد ابليشن, ودي نتائج, ودول الاثنين بريميوم بروفايلز, و90% من الحالات ينفع كده وينفع كده, والريزلتس بتاعت دي رائعه والريزلتس بتاعت دي رائعه. الشركات اللي بتبروموت, معلش دي عايزه كده حاجه صغيره, الشركات اللي بتبروموت توبوغرافي جايد بريسايز مودرن توبوغرافي جايد ابليشن ما عندهمش ابيرامترز حلوه, عندهم ابيرامترز بس مش حلوه, والريزلتس بتاعت الويف فرونت جايدد ابليشن بتاعتهم مش حلوه. الشركات اللي بتبروموت الويف فرونت جايدد سيستم بتاعهم ما عندهمش ايمجينج اساسا, ما عندهمش توبوغرافرز اساسا عشان يعملوا توبوغرافي جايدد سيستم. الشركه الوحيده اللي عندها ابيرامتر محترم وتوموجرافر, انا ما بعتبرش ان الاورب سكان ده توبوغرافر, هو ما هوش شاين فلو بس هو سليت سكاننج, وهو اول واحد طلع البوستيريور سيرفيس. فالشركه الوحيده اللي عندها توموجرافر محترم جدا وابيرامتر محترم جدا الزاويف هي باشن لوم. فالشركه الوحيده اللي ويل بي ايبل تو كومباين بوث ابليشن بروفايلز ويحطوا ان اواي فرونت جايدد ابليشن which is topography based or a topography guided system which is wave light weighted which is wave front weighted هي الشركه دي. ده لسه ما حصلش بس انا متهيالي ان الفيوتشر اللي جاي ليهم لو هيعملوا, ودي هتبقى بقى ده سوبر بريميوم سورت اوف ابليشنز. شكرا جزيلا. ثانك يو very much.